السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أبو قاسم معرض كوت نباتات الزينة الداخلية والخارجية. النهاردة حبيت أعمل لكم فيديو عن صبار التين الشوكي، وإزاي صبار التين الشوكي بيتزرع عن طريق العقلة الترافية أو الخلفات بتاعته. يعني بنجيب خلفة زي دي، ماشي، زي ما حضراتكم شايفين، ونزرعها في تربة رملية باختلاط مع تربة طينية. وبداية خلفات التين أو الثمار زي ما انتوا حضراتكم شايفين بتطلع في شهر 3 و4، اللي هي الثمار بتاعتها زي ما حضراتكم شايفين. دي الثمار بتاع التين الشوكي. ولما تيجي تزرع تين شوكي ازرع عقلة، مش عقلة واحدة، خد طرفين، يعني تاخد ادي طرف وادي طرف، على اساس الواحدة عمر سنة معاك، بتوفر عمر سنة معاك، على اساس لما تيجي تزرعها بتنبت معاك، بتوفر معاك بسنة، زي البراعم اللي هي طالعة في الصور زي ما حضراتكم شايفين. يعني تزرع عقلة واحدة هتقعد سنة، على لما دي بتكبر وتكون معاك فروع اكتر زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو. ولو زرعت ثلاثة افضل برضو. ديت عايز تزرع في البلكونة في الحديقة، بس يكون بعيد عن الاطفال، لان الصبار هذا فيه اشواك زي ما حضراتكم شايفين في الفيديو، ماشي، وناس بتعمله كأسوار على أساس تمنع أي من الحيوانات تخش في الجناين عندهم، ماشي. بناخد عقلتين إن شاء الله، ونوريكو إزاي بيطلع زراعة. هو بالزرع أنا كنت واخد عقلتين من شهر 12، هما في مرحلة الإنبات دلوقتي وأنا زارعهم، وهوريكوا طريقة إنبات صبار التين، ماشي، زي ما حضراتكم شايفين. إن شاء الله هوريكوا، خليكم معنا في المرحلة التانية بتاعت التسميم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورجعنا لكم تاني بعد ما خدنا عقلتين من صبار التين. ديت يا جماعة كنت واخدها من شهر 12، ودلوقتي خروج العين بتاعت التين زي ما حضراتكم شايفين. مطلعه بزابيس كتير اهي زي ما حضراتكم شايفين. يعني زراعته سهله وبسيطه، محطوط في قصيص 30 وزي ما حضراتكم شايفين اهو، حاجه حلوه. والحب الصبار بيعتنف بالصبار ويعمل زراعة على السطح أو زراعة بلكونة، بس أهم حاجة يكون بعيد عن الأصفار لأنه بيشوك. دي مش عقلة واحدة، أنا كنت جايب كام عقلة هوريهولكم برضه. كل ما بتجيب عقل مش فرداني بتوفر معاك سنة، يعني تجيب عقلتين تلاتة بتوفر معاك سنة. لو حضراتكم شايفين دول كنت زارعهم بعدها بشهر ولسه العين بتاعتهم مخرجتش، بس هي على وشك ان هي تخرج في خلفات جديدة. ودي حضراتكم مجموعة برضك من الصبار زي ما حضراتكم شايفين.
مجموعة من الصبار برضه، ده المغشكر، ده الألوفيرا الإنجليزي ماشي، الألوفيرا العريض البرقش ماشي، صابع الشيطان شبيه التين، صبار دمعة الطفل، صبار المرجان، وده صبار الأناناس. صبار عمة القاضي، صبار الشميدان أو العمودي، صبار الألم، الألوفيرا، صبار الشميدان بره، صبار ديل التعبان، دي مجموعة من الصباريات برضه. وأتمنى يكون الفيديو عجبكم، متنسوش الاشتراك في القناة ليصلك كل ما هو جديد من عالم الزراعة. ازرع بيدك. مع تحياتي أبو آسر، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.